الطباعة ثلاثية الأبعاد ثورة في عالم التكنولوجيا وتقنية بدت حتى زمن قريب ضربا من دروب الخيال. اليوم تتقدم بسرعة مذهلة لتحتل موقعا محوريا في صناعتنا للحياة. دبي كالعادة رائدة في فتح ذراعيها للمستقبل. تقرير دالين أبو جلالة. السباقة دائما دبي. بدأت عبر دوائرها الحكومية بتحديد مسارات ومنهجية العمل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتحقيق تطلعات الإمارة باحتلال مركز صدارة العالم في الصناعة الجديدة. وفي هذا السياق تنوي هيئة الصحة تطوير منتجات طبية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بدءا من طباعة أطقم الأسنان وطباعة العظام والأعضاء الاصطناعية والنماذج الطبية والجراحية وغيرها، حيث يتوقع أن يبلغ حجم سوق المنتجات الطبية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي نحو 1,700,000,000 درهم بحلول عام 2025. كما أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن طرح مناقصة لتصميم وإنشاء مختبر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلوم وتقنيات الطائرات من دون طيار داخل مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية. أما في قطاع البناء فالعمل بدأ بالفعل، حيث تم افتتاح أول مبنى مطبوع ومعدل للاستخدام بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم في دبي، ليستخدم كمقر مؤقت لمؤسسة دبي للمستقبل. وتشير التقارير إلى دور تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في توفير كلفة البناء بنسبة تصل إلى 70%، وكلفة العمالة بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى تقليل نسبة المخلفات الناجمة عن عمليات الإنشاء والمضرة بالبيئة بنسبة 60%. ويتوقع أن يصل حجم سوق المنتجات الاستهلاكية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي إلى نحو 2,800,000,000 درهم بحلول عام 2025، ليبلغ الأثر الاقتصادي المتوقع على اقتصاد الإمارة حتى ذلك الحين 7.5 مليار درهم.